طلب أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني بضم عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي في حساباته خلال الفترة المقبلة. استطاع مرعي إحراز هدفين قاد بهما فريقه للمربع الذهبي بدوري أبطال أفريقيا على حساب أهلي طرابلس الليبي. قال ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن عمرو مرعي هو المهاجم الوحيد الذي إذا حصل على نصف فرصة ما يحصل أو فرص ما يحصل عليه مهاجمون آخرون مع المنتخب سيكون واحدا من المهاجمين الكبار لمصر. وأضاف المدير الفني لدجلة أن هناك مهاجمين تشم فيهم رائحة المهاجمين الكبار من أول دقيقة، عمرو مرعي واحد منهم. أتمنى ضمه للمنتخب فهو بلا شك أفضل الاختيارات المتاحة الآن.